بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه بعض آية، أو هذه آية من سورة النحل. قبلها قوله تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه السورة، سورة النحل، ذكر الله فيها أنواعا من النعم التي أنعم بها على عباده، ذكرهم بها من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، ومن أجل إبطال عبادة غير الله، لأن هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة. وأما هذه المعبودات من دونه فليس لها شيء من هذه النعم. وأول هذه النعم وأعظمها إرسال الرسل. أول ما بدأ بذكر إرسال الرسل: نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم عدد النعم الكثيرة في هذه السورة، ولذلك تسمى هذه السورة سورة النعم. ثم قال بعدها: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهذا الباب عقده المصنف لبيان أقوال المفسرين في هذه الآية، في تفسير هذه الآية، وكلها أقوال متفقة، لأن الآية عامة، فكل ما قيل في تفسيرها عن السلف فإنه حق. قوله يعرفون أي الكفار والمشركون يعرفون نعمة الله. ما المراد بنعمة الله؟ في ذلك أقوال: أن المراد بها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم نعمة، بعثته صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض عموما، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى المؤمنين خصوصا. وقيل المراد بالنعمة جميع ما ذكره الله في هذه السورة،
لأن المفرد إذا أضيف عم فيكون معنى الآية يعرفون نعمة الله أي نعم الله. المفرد إذا أضيف فإنه يعم يعرفون نعمة الله أي نعم الله ثم ينكرونها أي يعرفون ذلك في قلوبهم وقرارة أنفسهم وينكرونها بألسنتهم ويقولون هذه من عند أصنامنا أو من عند آبائنا أو هذه بحولنا وقوتنا أو ما أشبه ذلك فيضيفونها إلى غير الله جل وعلا إما إلى آبائهم وأجدادهم كقول القائل ورثت هذا المال كابرا عن كابر أو إلى أصنامهم فيضيفون إليها أنها هي التي تعطيهم هذه النعم أنها تهب لهم الأولاد وأنها تنزل عليهم المطر وأنها وأنها أو إلى كدهم وكسبهم هم يقول نحن حصلناها بمعرفتنا وحذقنا وكدنا كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي أي على معرفة مني بوجوه المكاسب وأي كان إن هذا هو كفر النعم أن تضاف إلى غير من أنعم بها وهذا كفر بالربوبية وشرك بالله عز وجل لأنهم جعلوا هذه الأشياء مشاركة لله في خلقه فهي كفر وشرك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه وأكثرهم الكاذبون وأكثرهم الكافرون فهي هذه الآية ساقها المصنف بهذه الترجمة لأن هذا تنقص للرب سبحانه وتعالى وهو يخل بالتوحيد نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا شرك يخل بالتوحيد وينقص وقد يضاد التوحيد فمن اعتقد أن هذه النعم أنها من صنع غير الله وخلق غير الله هذا كفر أكبر وإن اعتقد أن هذه أسباب فقط وأنها أثرت بإيجاد هذه النعم فهذا شرك أصغر فعلى كل حال إضافة النعم إلى الله شرك إما أكبر وإما أصغر إن كان يعتقد أن هذه النعم من خلق وإيجاد غير الله فهذا شرك وإن كان يعتقد أنها من خلق الله وإيجاد الله ولكن هذه الأسباب أثرت في وجودها فهذا شرك أصغر وعلى كل حال هو يقدح في التوحيد ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله هذه الترجمة في كتاب التوحيد أن إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا شرك وكفر بالله عز وجل وأن الواجب أن تضاف النعم إلى الله وأن يشكر الله عليها ويحمد عليها سبحانه وتعالى لأنه إذا أضافها إلى غير الله لم يشكر الله ولم يحمد الله الله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله ويقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فشكر النعمة عبادة لله سبحانه وتعالى وكفرها شرك بالله عز وجل فهذه المسألة مسألة عظيمة قد يقع فيها كثير من الناس كما يأتي في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في آخر الباب يجب التنبه لها نعم
قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. قال مجاهد بن جبر التابعي الجليل من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. بدلا يقول: هذا مالي أعطاني الله إياه تفضل به علي، يقول: ورثته عن أبائي. يجعل الفضل لآبائه ولا يجعل الفضل لله عز وجل. نعم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الإمام الجليل يقول: هو قولهم لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان، فأضاف النعمة إلى فلان، وأنه لولاه ما حصلت، وهذا كفر بالنعمة. وكان الواجب أن يقول: لولا الله ما حصل كذا وكذا، لأنه هو الذي أنعم بهم. وإذا كان ولا بد أن يجعل لفلان شيئا من الذكر فليقل: لولا الله ثم فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله ثم شاء فلان. أما قوله لولا الله، أما قوله لولا فلان لم يحصل كذا، هذا لا يجوز. أو قوله لولا الله وفلان، هذا أيضا لا يجوز. أما قوله لولا الله ثم فلان، هذا لا بأس به، لأنه جعل فلانا تابعا لا مؤثرا. فيجب أيضا الدقة في الألفاظ، لأن الإنسان لا يتلفظ بلفظ غير صحيح يؤثر على عقيدته. نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ابن قتيبة إمام جليل من أئمة أهل السنة، وله مؤلفات عظيمة، ويلقبه العلماء بخطيب أهل السنة، يلقبه العلماء بخطيب أهل السنة بفصاحته وبلاغته، كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة. فالإمام ابن قتيبة له تفسير لهذه الآية. نعم. قال ابن قتيبة: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي ينسبون النعمة إلى الأصنام، هذا أشد. يقولون هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتنا، يعني شفاعتها عند الله، لأنهم يعبدونها ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الأصنام شفعت عند الله، حصلت لنا هذه النعم. هذا قول المشركين، ولا يقولون هذه النعم من الله وليس لأحد فيها تدخل، وإنما هي من الله، هو الذي تفضل بها ويحمدونه عليها ويشكرونه عليها، لا يقولون هذا، وإنما يشكرون هذه الأصنام التي شفعت لهم عند الله بزعمهم حصلت لهم هذه النعم. هذا قول المشركين. نعم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. نعم. قال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام بن تيمية، يكنى يا أبو العباس، على حديث زيد بن خالد الذي مضى وتقدم في باب الاستسقاء بالنجوم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح على في الحديبية،
صلى لأصحابه صلاة الصبح في الحديبية موضع قريب من مكة على عثر سماء كانت من الليل، في مطر كان من الليل يعني نزل في الليل. المطر نعمة من الله سبحانه وتعالى. فلما صلى بهم قال صلى الله عليه وسلم، أقبل عليهم وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بمؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب. فهذا الحديث صريح لأن من نسب النعم إلى غير الله أنه يكون كافرا بالله، والمراد كفر النعمة أو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو كفر نعمة، كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه خطير. نعم. وهذا كثير في الكتاب والسنة. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. هذا كثير وروده في الكتاب والسنة، أنه سبحانه يذم من نسب إنعامه إلى غيره. الواجب أن النعم تضاف إلى الله عز وجل ويحمد ويشكر عليها ولا تضاف إلى غيره. نعم. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاء. هذا ورد فيه في معناه حديث إلهي، يعني حديث قدسي، أن الله جل وعلا يقول: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. فهذا في معنى ما جاء في هذا الباب: أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. فهذا من هذا الباب أيضا. نعم. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني إذا مشوا في البحر، البحر خطير لأنهم يمشون على ماء. هذا من آيات الله أن السفن والمراكب تجري على البحر على الماء وترسو عليه وتقف عليه، هذا من آيات الله. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي كالجبال، ولا تغوص في الماء. سخر الله هذا البحر يحملها، هذا من آياته سبحانه وتعالى. كما سخر الهواء الآن أن يحمل الطائرات المشحونة بالركاب والأمتعة، يحملها تيار الهواء، سخر لها ذلك سبحانه وتعالى. كذلك البحر سخره لتجري الفلك فيه بأمره، ولو شاء لسلط عليها الأمواج فقذفتها، ولو شاء لأسكن الريح فتوقفت عن السير. كل هذا بأمره سبحانه وتعالى. فالواجب أن يشكر الله على ذلك، والذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وآيات كثيرة في السير في البحار، وأنه من نعم الله، وأن الله قادر على أن يهلكهم في هذا البحر، ولكن رحمته سبحانه وتعالى اقتضت أن ينجيهم وأن ينقذهم من هذا الخطر. فكان الواجب أن يشكر الله عز وجل
لكن بالعكس يسندون هذا إلى غير الله، يقولون كانت الريح طيبة التي حركت السفينة، يعني ما هي بعاصفة ولا، وكان الملاح وهو قائد السفينة حاذقا، يعني ماهرا في قيادة السفينة، فيضيفون هذا إلى الريح وإلى حلق الملاح، ولا يقولون هذا من الله، ويشكرون الله عز وجل على ذلك. هذا من كفر النعمة، إنهم أضافوا هذه النعمة إلى الأسباب ولم يضيفوها إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. هذا من عجب بني آدم. نعم. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة. نعم. ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، يقول شيخ الإسلام هذا يجري على ألسنة كثير وعلى خطر، كثيرا ما يضيف الناس النعم إلى الأسباب ولا يضيفونها إلى الله، وهذا خطر عظيم، يجب التنبه له، ويجب على الإنسان أنه ينزه لسانه عن مثل هذا الكلام الذي فيه شرك وفيه كفر وهو لا يدري. نعم. باب قول الله تعالى. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا. شرح له. نعم. قوله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. في المعنى بالنعمة. ابن جرير هو الإمام الجليل، إمام المفسرين، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، له كتاب جامع البيان في تفسير القرآن، وهو كتاب عظيم على طريقة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وهو قدوة للمفسرين ينقلون منه، هو موسوعة للتفسير ينقل منه المفسرون الذين جاءوا من بعده. نعم. قال ابن جرير فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى. التأويل التفسير، لأن التأويل في عرف المتقدمين هو التفسير، خلاف التأويل في عرف المتأخرين، يريدون به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، كما فعلوا بآيات الصفات وأحاديثه. التأويل عند المتأخرين غير التأويل عند المتقدمين. نعم. فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. نعم. فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. إلا المراد بالنعمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن بعثته أعظم النعم بلا شك، هذا داخل في الآية. نعم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. هذا قول آخر، أن المراد بالنعمة جميع النعم التي ذكرها الله في السورة، وهو من إضافة المفرد، فيعم جميع النعم المذكورة في هذه السورة من بعثة الرسل وغير ذلك من النعم التي ذكرها الله، وهذا صحيح أيضا، هذا التفسير صحيح. نعم. وأخرج عن مجاهد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. أعيد العبارة. وأخرج عن مجاهد. أخرج عن ابن جرير. نعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال هي المساكن والأنعام. هي المساكن والأنعام، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فالمساكن نعمة من الله عز وجل يسكن فيها الإنسان ويستتر فيها ويدفع من البرد ويستغل من الشمس، هذه المساكن نعمة. ثم هي أيضا ثابتة ومتحركة، ثابتة في البلد والمحل الاستيطان ومتحركة معك في السفر، تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. نعم، هذه المساكن والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهذه الأنعام فيها نعم خيرات كثيرة لبني آدم. نعم، وما يرزقون منها. نعم، وما يرزقون منها من الدر والنسل والصوف والوبر واللحوم واللبن وغير ذلك من الفوائد العظيمة. نعم، والسرابيل من الحديد والثياب. والسرابيل هي الثياب، السرابيل تقيكم الحر، تقيكم الحر مثل الملابس العادية تقي من الحر والبرد من القطن والكتان والصوف وغير ذلك، والسرابيل التي تقي من القتال وهي الدروع هي ملابس أيضا. سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم وهي الدروع، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم، يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه، يعرفون أنه من الله لكن لا يذكرون الله عليه ويضيفونه إلى غير الله. نعم، ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، أي يقولون الفضل لآبائنا هم اللي تعبوا فيه وورثونا إياه، ولا يقولون الفضل لله سبحانه وتعالى هو الذي رزق آباءنا هذا الشيء وجعلنا نرثه عنهم، ينكرون هذا. نعم، قوله وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، عون ينسبونه إلى شخص، يقول هذا هو اللي حصل منه الخير وحصل منه. نعم، هو قد يكون سبب في الخير لكن ما يضاف النعمة إليه، تضاف إلى الله عز وجل. نعم، عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد. نعم، عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، يعني هو روى عن هؤلاء وأيضا روى عنه هؤلاء، فهو تتلمذ على أبيه وعلى غيره من علماء وقته ثم أخذ عنه تلاميذه. نعم، عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، واتقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 120. نعم، واختار ابن جرير القول الأول أن المراد بالنعمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الآية عامة، واختلاف المفسرين ليس هو من اختلاف التضاد إنما هو من اختلاف التنوع، لأن لا يتعم هذه المعاني، فكل منهم أخذ بمعنى من معانيها. نعم، واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب. أي نعم، اختار غير ابن جرير أن الآية عامة في كل ما ذكر في السورة من النعم. نعم، قوله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. عام يعني من يضيف إنعامه إلى غيره، عام كل النعم ما ذكر في هذه السورة وغيرها. نعم، من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به
قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة. نعم. ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. نعم. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره. نعم. كلام شيخ الإسلام أعم مما ذكر في الباب، أنه عام في جميع النعم التي ينعم الله بها على عباده مما ذكر في هذه السورة وما ذكر في غيرها. والنعم لا تحصى ولا تعد، ولهذا قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالنعم لا تحصى، منها ما يعرف ويظهر ومنها ما لا يظهر، والواجب على المسلم أن يشكر الله على نعمه وأن لا يضيفها إلى غيره. نعم. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره. نعم. كما هو مذكور في كلام المفسرين، المذكور بعضه هنا، يعني الذي ذكر في هذا الباب هو بعض أقوال المفسرين، مو كله، كلام المفسرين كثير وكله يرجع إلى معنى واحد وهو إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى أيا كانت هذه النعم. نعم. وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى. نعم، من أنواع الشرك، لأنه جعل غير الله له، جعل لغير الله تدخلا في هذه النعم وتفضلا في هذه النعم، فجعله شريكا لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، ليس له شريك، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا أحد يشارك الله في نعمه ولا في خلقه وتدبيره ولا في عبوديته، فلا يعبد معه سواه، ولا أحد يشبهه ويماثله في أسمائه وصفاته. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الأولى تفسير معرفة النعمة، أي ما هو معنى معرفتهم لنعمة الله، يعرفون نعمة الله، ما هي هذه المعرفة؟ المعرفة في القلوب، يعرفونها في قلوبهم ويقرون بها في قلوبهم، لأن كل عاقل يعرف أن أحدا لا يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا الله سبحانه، فهذا تعترف به الفطر والعقول، إن ما سوى الله فهو عاجز عن الخلق والتدبير، وأن الله هو المنفرد بذلك، ولكنهم بألسنتهم وأفعالهم يكفرون هذه النعم. ولهذا يقول العلماء كما ذكر ابن القيم في كتابه عدة الشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقول إن أركان الشكر ثلاثة: الركن الأول التحدث بها ظاهرا، تحدث بالنعم ظاهرا كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فتتكلم بلسانك تشكر الله على هذه النعم، تضيفها إلى الله، تعترف أنها من الله جل وعلا، لا بد أنك تنطق بلسانك. الركن الثاني الاعتراف بها باطلا، يعني تعترف بقلبك أن هذه النعم من الله، ولا يكفي التحدث باللسان،
بل لا بد أن تعترف بقلبك أن هذه النعم من الله وحده، لا بحولك ولا بقوتك ولا بحول فلان أو علاه ولا لصنم ولا لأحد تدخل فيها. الركن الثالث وهو مهم جدا أن تصرفها في طاعة مسديها وموليها، أن تصرفها في طاعة الله، تستعين بهذه النعم على طاعة الله وتصرفها في مرضاة الله عز وجل. فإن صرفتها في معصية الله واستعنت بها على معصية الله هذا كفر للنعمة. الذي يصرف النعم في المعاصي والعياذ بالله هذا قد كفر النعمة، يصرفها في الخمور، يصرفها في الزنا، يصرفها في المحرمات، يصرفها في اللهو واللعب، يصرفها في الأسفار المحرمة، هذا قد كفر نعمة الله عز وجل، استعان بنعمة الله على معصية الله عز وجل، هذا من الكفر بنعمة الله عز وجل. أما الذي يصرفها في طاعة الله، يخرج زكاتها ويتصدق منها على الفقراء والمحتاجين، وينفق منها في طاعة الله، يبني بها المساجد والمدارس ومصالح المسلمين، ويعين بها المحتاجين، وينفقها في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، فهذا قد شكرها، قد شكر النعمة. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. يقول شيخ الإسلام أن كفر النعمة يجري على ألسنة الكثير من الناس في تعبيراتهم وأقوالهم، يقول لولا فلان ما حصل كذا، فلان هو اللي بركاته حصلت هذه النعمة، ولا يذكر الله أبدا، إنما يذكر مجهودات فلان، يقول هذه مجهودات فلان وهذه بركات فلان وهذه أفعال فلان، هو اللي جلب لنا هذه الأشياء وأورثها لنا، هذا كفر بالنعم. يقول هذا من فضل الله، ولا مانع أن يقول وفلان يعني له مجهود ويشكره على قدر مجهوده، ما في مانع، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن لا يقتصر على شكر فلان وينسى الله عز وجل، بل يقول لولا الله ثم فلان. نعم، هذا هو المنهج السليم. نعم. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. تسمية لولا الله، تسمية هذا الكلام وهو لولا فلان، لولا فلان لم يحصل كذا، كانت الريح طيبة والملاح حارقا وما أشبه ذلك من الألفاظ، يجب على المسلم أنه يعدل ألفاظه ولا يطلق لسانه في مثل هذه الكلمات. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، إذا قال لولا فلان ما حصل كذا، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا فقطعنا البحر وخرجنا وما أشبه ذلك، أن هذا الكلام كفر للنعمة. وإن لم يكن كفرا أكبر يخرج من الملة فهو كفر أصلا، كفر النعمة. المشركون الأولون إذا وقعوا في الخطر في البحر فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل لعلمهم أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله، لكن المشركون المتأخرون في وقتنا هذا إذا وقعوا في الشدة في البحر ينادون الموتى ويستغيثون بالأولياء والصالحين كما هو معلوم عنهم، يهتفون بأسماء الذين يعبدونهم من دون الله، يا فلان يا فلان، يهتفون بأسمائهم إذا وقعوا في الشدة، فصاروا أشد وأغلط شركا من الأولين والعياذ بالله، لأن الأولين يخلصون في الشدة
وهؤلاء يزيد شركهم في الشدة أشد من شركهم في الرخاء. نعم. ويقولون أن الأولياء ينجون السفن من البحار، والطواغيت يلقنونهم هذه الأمور ويقولون اهتفوا إذا وقعتم في شدة، اهتفوا بفلان فإنه ينقذكم. ويذكر أن بعض الطواغيت كان عنده مريدوه فخرج من عندهم وجاء مبلل الأكمام، مبلل الأكمام بالماء، فسألوه قالوا إن ناسا في البحر هتفوا بي لما أشرفوا على الغرق، وإني أنقلت سفينتهم فأصاب أكمامي شيء من ماء البحر. وهذا من الكذب والتدليس على الناس. كيف هو في بيته وتروح يداه للبحر وتنقذ السفينة بركابها؟ هذا من التدليس والكذب، لكن صدقوه مع هذا، صدقوه وعظموه. نعم. اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب، وهي المعرفة والإنكار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا من العجيب أنهم يجتمع فيهم كفر وإيمان وإنكار واعتراف. نعم. هذا من التناقض، والمؤمن لا يكون متناقضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو منكم حفظكم الله التفصيل في مسألة قول لولا فلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حق عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وفي البخاري قول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام والله لولا أنت ما اهتدينا، وقول أحد لا يا ما قالوا كذا، ما قالوا والله لولا أنت ما اهتدينا. هذا من كلام عبد الله بن رواح، يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ما قال له والله لولا أنت، ما قال ابن رواحة هكذا. فالسائل يعدل هذه العبارة، والثاني يشرك إيه لولا يا أبي طالب لولا أنا لكان في نعم في الدرك الأسفل من النار، لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا يعني لولا شفاعتي، يعني يفسر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه، دعا الله أن يخفف عن عمه العذاب، هذا الشفاء، فخفف الله عنه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لولا أنا يعني لولا شفاعتي، والشفاعة حق، الشفاعة حق. نعم. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقذ أحدا من النار، قال الله جل وعلا أفأنت تنقذ من في النار، أيمكن هذا؟ لكن شفاعته صلى الله عليه وسلم نفعت عمه أبا طالب لما سبق من أبي طالب من المواقف الجيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته من أذى قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه على فضله ومعروفه، فسأل الله أن يخفف عنه العذاب، ولم يسأله أن ينقذه من النار، لأنه كافر، الكافر لا يخرج من النار، لكن خفف الله عنه العذاب. فهذا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، الشفاعة حق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الناس بعض الأحوال التي مرت عليهم من قبيل الوصف، فقولهم كانت الريح طيبة، وكما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في كتابه في سورة يونس في قوله وجرينا بهم بريح طيبة. وصف الريح بأنها طيبة ما في شيء، ووصفها بأنها شديدة، ريح شديدة، ريح عاصف، أنا ما في شيء يذكر الصفة، لكن ما يسند إليها النعمة، ما يقال إن نجاتنا بسبب طيب الريح، ما يسند إليها النعمة. أما أن توصف بأنها طيبة أو أنها عاصفة أو أنها شديدة، ريح صرصر، ريح فيها سر، فوصف الأشياء
بصفاتها ما في شك، لكن الكلام في إسناد النعم إلى هذه الأشياء هو المطلوب الآن. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يقول إن النجم الفلاني إذا طلع سوف يأتي برد أو هواء أو حر، فهل هذا صحيح؟ هذا كذاب، يقول أنه إذا طلع النجم سيأتي كذا أو سينزل المطر، هذا كذاب. فطلوع النجم ليس له دخل في نزول المطر أو هبوب الريح، هذه الأمور بيد الله عز وجل. فإن كان يعتقد أن النجم يؤثر بهذه الأمور فهذا شرك. أما إن كان يقول أن طلوع النجم وقت لنزول المطر بإذن الله، أو هبوب الرياح، أو نبات الزراعة، هذا أشياء جعلها الله سبحانه وتعالى مواقيت، لكن قد تحصل هذه الأشياء وقد لا تحصل. وإلا كونها مواقيت لنزول المطر ومواقيت لهبوب الرياح ومواقيت لنبات العشب، هذا شيء جعله الله، ولكن قد يحصل وقد لا يحصل. يطلع النجم ولا يحصل مطر، يطلع النجم ولا يحصل هبوب رياح، ينزل المطر ولا يحصل نبات، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا إذا تأخر المطر أو حصل للمسلمين مصيبة، نقول هذا بأسباب النميمة المنتشرة أو بأسباب الدشوش، فهل هذا يعتبر كذبا على الله؟ لا، هذا صحيح، إن انحباس المطر بأسباب الذنوب، ما أصابكم المصيبة بما كسبت أيديكم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. لا شك أن المصائب أنها بأسباب ذنوب بني آدم، ولذلك يؤمرون بالاستغفار، يؤمرون بصلاة الاستسقاء والاستغفار والصدقة، لأجل أن الله جل وعلا يكشف ما بهم. لا شك أن هذا من أن نزول المصائب إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، سبب الذنوب والمعاصي، لكن ما هي الذنوب والمعاصي هي اللي تخلق المصائب، وإنما الذي يخلقها وينزلها هو الله، والذنوب سبب من الأسباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول مجاهد رحمه الله هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، هل إذا اعتقد أنه من الله وحده ولكنه إنما يذكر طريق حصوله عليه، هل يكون في هذا محذور؟ لا، هذا إذا كان قصده ورثته عن آبائي، لو قلت له منين جاءك هالمال هذا، هل أنت اكتسبته ولا أنت وارثه، قال هذا من الميراث، هذا خبر ما في شيء، هذا خبر ما في شيء، أني ورثت هذا البيت من آبائي أو هذه السيارة من أهلي، هذا من باب الإخبار، يعني أنا ما شريته ولا أنا حصلته، وإنما هو من ميراث أبي، ما في بأس. لكن إذا أسندت الفضل إلى أبيك، أسندت الفضل والنعمة إلى أبيك، أنا هو المحذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يقطع سائق السيارة في سفره البعيد، يقطع المسافات في أقل من غيره وفي وقت أقل من غيره، فنقول السائق حاذق وخبير ولذلك فعل هذا، فهل هذا من إضافة الفضل لغير الله؟ نعم، هذا من إضافة الفضل لغير الله، لأن الله قادر على أنه يعطل هالسواق اللي انتمده، يعطله ولا يستطيع، فقطعكم المسافة بسلامة هذا من الله جل وعلا، ما هو بحذق السائق ولا بخبرته ولا بمعرفته ولا بمهاراته، وإن هذا من تيسير الله، هو الذي يسيركم البر والبحر. قد يكون السواق حاذقا وماهرا، لكن يحصل عليه مانع من السير، إما أن يمرض، وإما أن تتعطل السيارة، وإما أن يتيه ويخطئ الطريق، هو حاذق، فلا تضيف إلى السائق هذا. أما أنك تمدح السائق بأنه يحسن القيادة ما في بأس،
لكن إن قطع المسافة والوصول هو بفضل السائق هذا ما يجوز. أما أن تقول السائق ما شاء الله ماهر ويحسن القيادة وكذا هذا ما في بس، لكن لا تضيف إليه أنه بفضله قطعت المسافة وأن هذا من كفران النعمة، تضيف هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك السلامة، سلامة من الانقلاب ومن الحوادث في الطريق هذا ما هو بمهارة السائق، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لا تضيف هذا إلى السائق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص سهل لي التعيين في وظيفة فقلت يرجع الفضل إلى فلان ولولاه ما عملت في هذا المكان، فهل هذا شرك وخطأ مني؟ وكيف أصلح كلامي هذا بعدما قلته؟ نعم، هذا خطأ منك أنك ضفت حصولك على الوظيفة إلى فلان، كان الواجب أن تقول هذا بفضل الله ثم بفضل فلان، ما في ناس أنك تأتي بثم تقول بفضل فلان سعيه وساقته، لكن ما تقتصر عليه، وإنما تنسب الفضل إلى الله أولا وتقول أنا حصلت على الوظيفة بفضل الله ثم بمجهود فلان وسعيه وشفاعته وغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، من صدر منه شيء من هذا الخطأ يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض طلاب المدارس إذا أصاب تفوقا أو تميزا يقول هذا يرجع لحسن مذاكرتي وإلى سهري، أو هذا يرجع الفضل فيه لحسن إدارة المدرسة أو شرح المعلم، وكذلك قول المشهورين مثلا في مجالات الحياة من تجارة أو علم، فيقول أحدهم لقد حفرت تاريخي وشهرتي في الصخر، هل هذا يعتبر شركا وكفرا بالنعم؟ هذا السؤال طويل، عطنا أوله. قول بعض طلاب المدارس إذا أصاب تفوقا أو تميزا يقول هذا يرجع لحسن مذاكرتي وسهري، أو هذا يرجع الفضل فيه. هذا غلط، هذا غلط، لا تضيف هذا إلى مذاكرة كسار، قد يسهر الإنسان ويذاكر ولا يوفق، وقد يكون الإنسان مقصرا في المذاكرة والسهر ويوفق، هذا كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إنما السهر والمذاكرة سبب من الأسباب، إن شاء الله نفع وإن شاء لم ينفع، الله هو الذي يرتب على الأسباب نتائجها، وإنما السهر والمذاكرة سبب قد ينفع وقد لا ينفع، فأضف الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أو قوله إن هذا حصل بفضل إدارة المدرسة أو بفضل شرح المعلم، كذلك لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ما ينسب الفضل إلى إدارة المدرسة ولا إلى المعلم، وإنما ينسب الفضل إلى الله جل وعلا، وتشكر المدرسة والمعلم على قدر مجهودهم فقط، على قدر مجهودهم، لكن ما ينسب الفضل إليهم، إنما ينسب إلى الله، ويقال أحسنت المدرسة الإدارة وأحسن المدرس الشرح، وأما النجاح فهذا من الله جل وعلا. نعم. وكذلك قول المشهورين مثلا في مجالات الحياة من تجارة أو علم، فيقول أحدهم لقد حفرت تاريخي وشهرتي في الصخر. إيش؟ في الصخر. الصخر؟ نعم. هذا غرور، هذا غرور أن الإنسان يصل إلى هذا الحد ويقول أنا اللي حفرت شهرتي في الصخر وأنا اللي أثبت مجهوداتي وأنا، هذا غرور بالحول والقوة، فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة عظيمة، هو أن الإنسان يبرأ من الحول والقوة ويضيف هذا إلى الله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا إياك نعبد وإياك نستعين، ألا ينسى الإنسان ربه ويضيف هذا إلى كده وكسبه وخبرته وغير ذلك، لا حصل على مال، لا حصل على أي شيء، يقول هذا بسبب مهارتي بسبب معرفتي، ينسى الله عز وجل. أنا كما قلنا هذه الأمور أسباب،
والمسبب هو الله، فإن شاء رتب على هذه الأسباب نتائجها، وإن شاء منع نتائجها وضاعت الأسباب، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول السائل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أول ما يجني عليه اجتهاده. الحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان بشر ضعيف، لولا أن الله هو الذي يتفضل عليه ويعطيه ويعافيه ويرزقه ويمده ويفهمه إذا كان يدرس لم يصل إلى شيء. فيعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل، ويوجه الشكر إلى الله والحمد والثناء إلى الله جل وعلا، ثم لا مانع أنه يشكر المحسنين على إحسانهم ويثني عليهم على قدر إحسانهم، لكن أصل الشكر وأصل الثناء وأصل المدح هو لله جل وعلا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حصل للإنسان تفوق في دراسته وهو لم يذاكر فقال: هذا بفضل الله ثم بفضل دعاء والدتي لي، فهل في هذا إشكال؟ ما أظن أنه يتكاسل عن الدراسة ويتفوق، هذا ما هو صحيح، لأن الأشياء لا تحصل بدون أسباب في الغالب أنها ما تحصل بدون أسباب، إلا إن كانت من باب المعجزات للأنبياء أو الكرامات للأولياء. أما الله جل وعلا فإنه رتب الأشياء على أسباب، ولا تعطل الأسباب. والدعاء طيب، دعاء الوالد طيب، لكن ما يخلي الإنسان اللي ما بذل السبب يحصل على نتيجة. والإنسان الناس يقعدون يقولون لأمهم ادعي لنا، وهم جالسين ولا يزينون شيء، هذا ما هو صحيح. تعطيل لا مانع من الدعاء مع بذل الأسباب، فأنت ابذل الأسباب وادعو الله، وأوصي من يدعو الله، لا في مانع. أما أنك تعطل الأسباب وتعتمد على الدعاء فقط، هذا غير صحيح. ولهذا يقولون إن تعطيل الأسباب قدح في الشريعة، لابد من عمل الأسباب. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. حتى الطيور ما تترك الأسباب، الطيور ما تترك الأسباب، وهي طيور تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو هذا فعل سبب، تغدو لطلب الرزق، وتروح يعني ترجع إلى أوكارها بطانا يعني شبعانة. متى شبعت؟ ما شبعت إلا لما بذلت الأسباب ولم تجلس في أوكارها، بل فعلت الأسباب. لا بد من فعل الأسباب، ولا يعتمد الإنسان على دعاء أمها وأبيها وغير ذلك. نعم. الله جل وعلا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا انتشروا في الأرض، ما قال اجلسوا في المساجد، قال انتشروا في الأرض، اطلعوا من المساجد، اطلبوا الرزق، وابتغوا من فضل الله من الرزق، لكن بعد ما تؤدون الصلاة. قال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض، يسافرون يبتغون من فضل الله، ما يجلسون في بيوتهم، يسافرون يتعرضون للأخطار يطلبون الرزق، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا في مناكبها. ما هو بيجلس الإنسان في بيته يقول الإنسان الله كاتب لي شيء هو بيدخل علي البيت، لا، الله أمر بفعل الأسباب، ولكن لا نعتمد على الأسباب، وإنما نعتمد على الله سبحانه وتعالى، فنبذل الأسباب ونتوكل على الله، فاعبده وتوكل عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس لا يتحدث بلسانه عن نعم الله ويخفيها، ويقول: أنا أخشى إن تحدثت بها أخشى من العين والحسد، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فأرجو التوجيه والجمع إن كان فيه تعارض ظاهر. أولا: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا الذي يغلب على ظني أنه ما هو صحيح، ما هو حديث صحيح. وثانيا: أنك ما تذكر نعمة، ما تتحدث بنعمة الله، تخاف من العين، تخاف من كذا، هذا تخذيل من الشيطان،
الله جل وعلا يقول لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. وأنت تقول: لا، أنا من محدث أخاف من كذا. لا، تحدث بنعمة الله ثناء على الله جل وعلا، ولا تكتمها، تحدث بها ولا تخف، لأن هذا من الثناء على الله ومن شكر الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الحديث القدسي أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، نعم، هل هو حديث صحيح؟ نعم نعم، هو حديث يبحث عن سنده، لكن هو يكثر ذكره على ألسنة العلماء، ومعناه ما في شك، معناه صحيح، أن الله يخلق ويعبد سواه، هذا ما هو بواقع. الله ما خلق المشركين، الله خلق المخالق كل شيء، خلقهم وعبدوا سواه، والله يرزق ويشكر سواه، هذا واقع أيضا. الرزق كله من الله، وأغلب الشكر يصرف لغير الله عز وجل، هذا واقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما نراه من الإعلانات من بعض الشركات وقولهم: هذا بجودتنا وهذا بخبرتنا، هل يدخل في هذا الباب؟ الشركات هي حجة، الشركات أكثرها جهال، بل ربما يكون فيها غير مسلمين. لا، كلامهم هذا ما هو سليم. في لوحة أشوفها في بعض الشوارع يقول: تيسرت بتيسير شركة كذا وكذا، كلام باطل يجب إنكاره. ما قال بتيسير الله، يقول: تيسرت بتيسير المؤسسة الفلانية، ما يحضرني اسمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل فعلا يجتمع ضدين في القلب، أم أن القلب فيه اعتقاد واللسان يبدي؟ نعم. هل فعلا يجتمع ضدين في القلب، أم أن القلب فيه اعتقاد واللسان يبدي ما لا يكون في القلب؟ لا، يكون في القلب وفي اللسان، يكون في القلب. الله جل وعلا يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيجتمع في القلب كفر وإيمان، ويجتمع فيه نفاق وإيمان، يجتمع فيه. هذا من عجائب القلب، من عجائب هذه المضغة. قد يكون فيه إيمان خالص، قد يكون فيه كفر خالص أو نفاق خالص، قد يكون فيه الأمران، إيمان وكفر وإيمان ونفاق يجتمع فيه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن إذا جاءنا ضيف وأكرمناه نقول عند تقديم الذبيحة هذه العبارة: سموا حياكم الله، فلان كله بركة الذي جمعنا في هذه الليلة، فما حكم هذه العبارة؟ ما في بس، تقول هذا من باب يعني أنه صار سبب في الاجتماع، إن هذا لسببه هذا الاجتماع. ولا شك بعض الناس مبارك، بعض الناس يجعل الله ببركة، مبارك، كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فيكون الإنسان مبارك، وذلك من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس إذا حلف له بالله لا يقنع، وإذا قيل له علي الطلاق اقتنع، وهذا يقع كثيرا عند بعض البادية، عندما يأتي أحدهم ضيف فيحلف له بالله بأن يكرمه بذبح ذبيحة فلا يقتنع، وإذا قال له صاحبه علي الطلاق اقتنع وأكل من هذه الذبيحة، فما الحكم؟ أولا، الحلف بالطلاق لا يجوز، لأن الطلاق فيه تفريق للأسرة وفيه تفريق للزوجية، والطلاق لا يحل إلا عند الحاجة، وهذا ما هي بحاجة، هذه ما هي بحاجة، فلا يجوز الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف بالطلاق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما من ناحية من لا يرضى بالحلف بالله فهذا خطر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من الله، هذا وعيد شديد، أي أن الله بريء منه والعياذ بالله،
الواجب أن الإنسان يقنع بالحلف بالله، لأن هذا من تعظيم الله. القناعة بالحلف بالله من تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم المحلوف به. فإذا لم يقنع فمعناه أنه مستهين بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول بعض الناس إذا قلت له تفضل معي قال معك الرحمن، أو حينما تسأل بعضهم من عندك يقول عندي الرحمن ويقصد أنه لا أحد عنده، فما رأي فضيلتي؟ هذا من باب المعية الخاصة، يعني يقول معك الرحمن يعني بتأييده ونصره. الله مع المؤمنين ومع المحسنين ومع المتقين بعلمه وإحاطته وتأييده ونصره، فهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وليس معناه معهم أنه مختلط بهم وأنه في بيوتهم، لا، معناه أنه معهم بعلمه وإحاطته وبنصره وتأييده إذا كانوا مسلمين، يؤيدهم وينصرهم، إنني معكما أسمع وأرى. ليس معناه أنه مختلط مع الخلق كما يظنه الحلولي، وإنما هو عال على مخلوقاته فوق سماواته، وهو مع خلقه أينما كان سبحانه، لا يخفون عليه أينما كان، ويعلم حتى وساوس صدورهم وما في نفوسهم قبل أن يتكلموا وقبل أن يفعلوا، يعلم نواياهم ويعلم خواطرهم التي في نفوسهم، لا يخفى عليه شيء، فهو معهم بعلمه ومعهم بسمعه وبصره ومعهم بإعانته وتوفيقه وتسديده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون التحدث بنعمة الله؟ هل هو بذكر الرجل الأموال التي يملكها من عقار وغيره، أم يكتفي بأن يقول إني في نعمة عظيمة من الله سبحانه؟ نعم، لا داعي للتفاصيل، لا داعي للتفاصيل، فيقول الله أنعم علينا بالأرزاق، والله أنعم علينا بالأمن والإيمان، والله أنعم علينا، يعدد النعم من باب الشكر لله عز وجل، ولا داعي للتفاصيل إلا عند الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يتبرك بشيء يعتقد أنه من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا، كالذين يتبركون بشعره أو بجبته؟ هذا كذب، شعره ما هو موجود إلى الآن، ولا جبته عليه الصلاة والسلام، إنما يجيبون جبه من الدوي ولا من أحد يقول هذه جبة الرسول، ولا شعر من حيوان أو من إنسان يقول هذا شعر، هذا كذب، كله كذب، ما في شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم باقي إلى الآن، هذا كله كذب. ثم لو قدر أنه وجد الشيء المنفصل من جسده صلى الله عليه وسلم يقينا، هذا يتبرك به، لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام، تبرك بعرقه ويتبرك بريقه ويتبرك بملابسه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته قد انقطعت آثاره الجسدية، وأما آثاره المكانية التي جلس فيها أو التي مر بها أو صلى فيها فهذه لا يتبرك بها، لأن هذا يفضي إلى الشرك، هذا من الغلو ويفضي إلى الشرك، ولم يكن الصحابة يفعلون إلا ابن عمر رضي الله عنه، ولم يوافقوه على هذا، إلا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم قصدا للعبادة، ما قصده للعبادة كمسجد قباء والمسجد النبوي والمسجد الحرام، إذا قصد المكان لأجل العبادة فيه فهذا نعم يقصد ويصلى فيه ويقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه مكان مبارك. أما الأشياء التي فعلها اتفاقا ومن غير قصد، نزل بها في السفر أو استظل تحت شجرة أو جلس تحت بيعة الرضوان لأجل عقد البيعة فقط، هذه لا يتبرك، أو جلس في غار ثور لأجل الاختفاء عن الكفار، أو جلس في غار حراء قبل البعثة
لأجل البعد عن المشركين وعبادة الأصنام والتفرغ لعبادة الله، فهذه لم يفعلها الرسول قصدا وإنما فعلها للحاجة فقط، فهذه لا تقصد ولا يذهب إليها ولا يتبرك بها، ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك وهم أعلم الأمة بما يحل وما يحرم وما يشرع وما يمنع، فلا نفعل شيئا لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسبقون إليه، لأنهم أدرى بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم وأدرى بما يحل وما يحرم، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبوه وتلمذوا عليه، فهم الذين يعرفون الأشياء المشروعة والأشياء غير المشروعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول الرجل تبارك علينا فلان فيه شيء محظور؟ نعم، هذا حرام. لفظ التبارك لا تطلق على مخلوق، إنما تطلق على الله جل وعلا فقط. تبارك، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فلفظ التبارك لا تطلق إلا على الله جل وعلا ولا تطلق على مخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما مبارك، لفظ مبارك فلا بأس، يقال فلان المبارك. وعيسى عليه السلام يقول وجعلني مباركا حينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يزورني شخص في بيتي أقول زارتنا البركة، فهل هذا في هذا شيء محدود؟ هذه مبالغة، هذه مبالغة، ما ينبغي التملق إلى هذا الحد. لكن تقول أهلا وسهلا، حياك الله، شرفتنا، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تصل إلى حد التملق المكلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الأمر سرا فما حكم قولي لا يعلم بهذا الأمر إلا الله وأنت وأنا؟ إذا كان أمر يعرفه، تعرفه أنت ويعرفه واحد آخر، ما في شك، لا بأس، قل لا يعلمه إلا الله وأنا وأنت، فلا تفشي ولا تخبر به أحدا. هناك أشياء يعلمها المخلوق ما في شك، وقد يكون علمها منتشرا عند الناس وقد يكون علمها عند بعض الناس، ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يكون شرك المحبة مخرجا من الملة؟ وهل إذا أحببت أحدا من عباد الله كمحبة الله أو أعظم يكون هذا مخرجا من الملة؟ ما في شك، لكن تحبه مثل محبة الله أو أعظم فهذا مخرج من الملة، هذا شرك أكبر. والمحبة التي يدخلها الشرك هي محبة العبادة، المحبة التي معها ذلة للمحبوب، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، المحبة مع الذل، ولهذا يعرف كثير من العلماء العبادة بأنها غاية الحب مع غاية الذل، هذه لا تكون إلا لله عز وجل. أما إذا أحببت شيئا وأنت لا تذل له، هذه محبة طبيعية، مثل ما تحب المال، ما تحب الزوجة، ما تحب الوالدين والأولاد، هذه محبة طبيعية ما معها ذل للمحبوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحدث صرخة عظيمة في رمضان يصم فيها 70 ويبكم فيها 70، فهل هذا الحديث صحيح؟ كيف؟ يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحدث صرخة عظيمة في رمضان يصم. المخرفين الآن دلوا يظهرون أشياء كثيرة، وقد يعتمدون على أحاديث موضوعة مكذوبة ويروجونها على الناس، أو يكذبون هم من عند أنفسهم ويقولون سيحدث كذا في يوم كذا، يحدث زلزال، يحدث شيء عظيم مهول، تقوم القيامة، حتى أن بعضهم قالوا تبي تقوم القيامة يوم كذا وكذا. فلا يجوز تصديق مثل هذه الأمور. والأحاديث والحمد لله لها مراجع، الحديث الحمد لله له مراجع مضبوطة،
الصحاح والسنن ومخرجة معروفة، فلا نقبل أي حديث إلا بعد أن نعرضه على مصادر الحديث الصحيحة. نعم، يكفي هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.